حديث عصام تيسون هذا محلها عصام تسمع الكهيوة وعمل شيخ وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن وليا وأهل هذا كان أهل كيسة لها الشأن أو شأنها شأنها الحديث كان الوزيفة ما كأهل كان لي أنا لما أدر معي أو حالوجي إلى معظم أهلي حالوجي شأني أنا حديث كأهل كيسة إنتو نبغى قسموا أهل كاني السنن سننتي أي قيمية إلى صحيح صحيح إتكا يقيمية وضعيف وإلى ضعيف يقيمية وحسن وإلى حسن حسن وحولي مركع وأهل هذا كان أهل كيسة كم بك شأني أو شأني شأني أنا حديث كان لوجي أي معظم أهله شأني أن أهل كيسة إنتو نبغى قسموا حي قيمين أسسوا نحسن ياك معنى السنة وعلى جرى سنة مضافضة لتيري أو لو تيري أو لنس بين النبي عليه الصلاة والسلام قوم أهان هي خير الأهان هي تخير الأهان هي صفة أهان الدولة حي قيمية أول أهان أما تقسيم معناها أولي أما تقسيم أو ذاتي حي قيمية إلى صحيح صحيح هي وضعيف ضعيف هي وحسن مرحبا او مركه حديث بو او قيب سما يا سيدنا الله وايه اما سنن النبي عليه الصلاه والسلام او قيب سما يسا سيد حنان صحيح يا ضعيف يا حسن مركه سنن تبقى جمع سنه سنة اللغه العربيه وحلوي لها طريقه الطريقه حسنة ك او قبيحة طريقه اي وحلوي لها سنة أما ها ها تؤمن ولا أحسن أما ها ها تؤمن لكن اصطلاحا ومنها النوشة يعني وروح النبي عليه الصلاة والسلام لو إضافينا يا أو لو تيرينا يا أو لو نسرينا أما قول أو يري أما فعل أو سمي أما تخرج أما سبا فرق السنة وانا نسيغة قيبية وحلو قيبية مثلا سنة ليلة قولية سنة ليلة فعلية سنة ليلة تقريرية سنة ليلة أما يعني خلقية أما خلقية وكوة النوشة لأنه قوة النوشة يعني قولا او فعلا او تخيرا او صفه وهو مريض. مرحبا حتى يعني ليه سد احنا معي الله قيمنا يا صحيح يا ضعيف يا حسن كذا. ومركز في ريو سيدنا عليمان ومركز دمها اي مود يعني هو فقير. يعني هذا اتفاق هو ماشي بكل الله لما كده مركز في ريو ومركز هو اسمه خلاف سماي لكن مركز دمها وحال اسمه فقير ان هو قيم سماي سد احنا طيب. حديث سد احنا قيم سماي صحيحة هي ضعيفة هي حسنة إيه وحاجة العلماء ده وحاكمة ده قاعد حديث كحسن كده حقيقي حديث أو صحيحة حسنة وحيد حقيقي حديث أو صحيحة ومن كنا نروح يبغى كلام غيبين صحيح هي ضعيف حسن كنا نروح نحكي لها صحيح ونحكي لها معايا لي وحيد نحكي لها الاشتراك ما في الاحتجاج ما كنا في الاحتجاج شو تقولي حسن كنا وحجة صحيح ولا؟ واحد جماشي مدين كبير. ما كان تقسيم كان ولا قيمنا يا سلاح الله قيمنا يا صحيح يا ضعيف حسن الله قيمنا تقسيم أولي تقسيمات كلها ثانوية يعني مثلا صحيح صحيح يعني وحال الله قيمنا لذاته هي صحيح إلى غيره حسن قصيدة وقال الله قيمنا ضعيف كان أقسام في سواء في رمضان أقسام في رمضان أولي مركز سببت مركز سدة عن لغو غيبي أو صحيحة هي ضعيفة هي حسب كل مركز محيطة وحواي سننتا هذه أوصاف قبول كماشي وس الرئيسي أي كل مسلم حديث كحون آية صحيح هذه ماشي أوها صيص أوصاف وهي أي كل مسلم وحق صباح آية حديث أو حسن كاي أوصاف قبول كمان هذه لبلا صح كمان أي سن كل منه حديث كحق صباح آية وضعيف كاي هذا ضعيف كأي حسن كوأكتا خطبة أهان وحاورين حسن كوأكتا ضعيف كذا لكن مصنف كمرك أو نظمنا المحور إلى صحيح وضعيف وحسن حوصه المري ضعيف يحوض المري حسن كما حوصه صبيان أصل شارع على حاجة مرحبا وحوصه صبيان أما ضرورة نظم نظمنا ضروري سيصبح مرحبا يا نظم وحلقة أربع نقطة قافيين وقلالية لغة ربي في الموقع روي على غرابة مثلا مكوار السنن نون الله انت رمح على غرابة روي جنون كاي غرابة اما وحال لي يعني وصاص بي يعني مقابل وصمينا ايو وصقا بشينا ايو صحيحة ايو ضعيف
وايد مركا تعبيرك مركا أو سنة لا عبرين و يعني سيدا أو قصة نقلنا الشيخ هذا ش معلم بعض قصة نقلنا الكلية وكأو ليسيا يعني تعبيرك وخطابي مركا إذا أنا حديث وعبرين معايا لي وايد مرحبا حديث ومعناها وما خاصها عندما قال كل شيء هي طبعا مفهوم تنقري يعني وانا بدي عليه ثلاث سنة تنقري يعني ايه محاصر قراية موقوف يا حاصر قراية لكن سنن سياس ما هم سنن هذا مكان ذهب يحاول وسننت او مضافظة للنبي قولا وفعلا وخير وصفة مرفوع باسم سنن غداء اساس ما قولي شيخ المكحوري فالاول المتصل الاسنادي اسنادي بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوري وعلة قادحة فتوري حوري فالأول مثله أنا أول كأشير إلى محوية وصحيح المتصل الإسناد إسناد يشذوك أو صحيح يعني عن أو حرير واي المتصل الإسناد إسناد يشذوك واي هاي أو حرير واي محوكو حريرا بنقل عدل من عادل أحسن بوري كيسا فبدينا أو حريرا عدله ضابط الفؤاد قلبه سؤو كوبا يروح بدينا يروح كوبا يكسر برنا عن مثله عدل قاس أو ضابط الفؤاد كمثل كسي من تحسين الله منه فأصلا عدل أو ضابط الفؤاد يكسر برنا من غير ما شدود من غير شدود شادني ولا آن أو صور يوال زائد واحد وعلة ومن غير علة إلا لآن أو صور بوري إلا ذو قادحة العامين يسوى حديث وحول بيس وفتولي هي مرحبا على ذا سن بيس فكما دام أنه غير مكه على صحيح وضعيف لحسن وهو نشي غير صحيح مرحبا شروط لده سي حديث كان صحيح وأنه شروط لده وكارت حديث كمركة وهي هي صحيح وإلا ليه هذا أصير أمري وقتي صحيح وأخر بليس وكنا وحاولي أساء تقديم كمضان تأليف أهان يحتفى أهان الحديث كما في اليوم صحيح أو صحيح تأليف كما في الأسفة أما وضعي أمر كما سمعينا لو حالوا أن نسيب أسفة بس يعني صحيح من المركة يعني صحيح مركة اللغة لها الله يعني لغة عربية أو حالية لها ضد المكسور مثل الجميع أمر ضد صحيح من جهة أو ضد قوية يعني صحيح ويدل معنى لو حالوا أما مكسور ما أما سقيم ما مركة صحة سنة علمات إليهم وغضا وحاوائي وحي حقيقة قلتها هي أجسام قف أو كلمة مثلا هذه قف كان واسعين استعمال كسحاوائي استعمال حقيقي لكن معاني ده هذه لو استعمال كحديث كان واسعين ما كل هذا أما بيع كان واسعين ما كل هذا أما عبادة كان واسعين هذه لها وحاوائي استعمال استعمال مجازي استعمال مجازي ما هنا صحة وحي حقيقة قلتها أجسام مثلا مركة صحيحة مركة أوهري مركة عمري فالأول مذكر صحيح المتصل الإسناد إسناد كي شبت أو حريرة معقو حريرة بنقل عدل من عادلة سرقور تيس عدل أو ضابط الفؤاد قلب إيسو أو ضابط أهل وحكوبة عن مثله عدل ياس أو ضابط كمثل كيس حديثة أو كسر من غير ما شذوذ من غير شذوذ شابني ولا عنا أصول بوريا وعلة ومن غير علة على عنا أصول بوريا علة قادحة عابين سوى فتوني هي علة قبيس مركة صحيحة انت أنا على ذهب مركة حديث صو صحيح أنا قضي اتصال اتصال كسنة اتصال كسنة فعلى ذهب فأبيجي يحال رأي إنه عدل أو يهل إنه ضابط يهل ويهل شذوذ إنه شذوذ إنه ما سوى شنجر إلا إنه سوى شنجر انت صبر مرحبا صحيح عمك الله يهلا أنه حوايا وصحيح أو لسكو اللي هو إجماعي أو لسكو واتق سنيس الحديث عند المحدثين كاسا ميثولوجيا مرحبا مركع إلا وهذا اللي يروح عليه هو علة قادحة فتوني إلا أو حتى ما يسعينه كلام كلام مركع إلا لا لغة وحامل هذا الله لكن استلاحة وحاوي وحاكر الله استعمل أربعهم الحدث يشغل صاحبه عن حاجته يا لها حادث كأصول دريناي وقف كمشكورنا يا حاجة دي سنة والي لا بحي الله عقل على الله استعمال الله أهم سبب سبب أنا وحالو استعمال شيء يعني علمي السنة ومعمد الله وعلو جينا شيء سبب كيسو واسنة لكن استلاحان وحالو علمي وعلمي
وعبارة عن سبب وامد قادح في الحديث مع أن الظاهر سلامته منه السلامة منه. يعني وحيدين اصطلاح حام إلى الحواء عبارة يعني أما معبرة على عبرايا عن سبب سبب غامد يا قرصون سبب أو غامد وقرصون أو قادح في الحديث حديث عبيها مع أن الظاهرة فيها ظاهر كان مقتانا إيتها السلامة منه كاسمك على الرياح الى مره وشيء قاعد يحلها مثلا مركه متفق مركه حريه على المتصل الاسناد اسناد كشمه او حريه واي اسناد محلي هذا وحكايه طريق المتني اصلي هذا طريق يسمى حكايه ومن عمل كوي عمل كوي الى يعني لا جاز واي هاي نحن اكو حريه بنقل عدلين من عادله سوغمنتيس عندنا محله جدا من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. قف كما كان أنا صفر على سخاء على أبو حباريسة إنه لازم التقوى هي مروءة هي مروءة. عدل إذا مركب ماشى ما أنت كهلا المحل جدا عدل إلى تجدا عدل الرواية يعني لوجي إذا ما هنا عدل الشهادة لو نجي له مركب ما أنت خاص كل قما يذكرك أو خرك خاص كل قما. عندنا وحالي ضابط الفؤاد فؤاد في سوء يعني كوبا يا أنا وتكلينا يا ويعني يوم كورينا يا عدي كلا وأسيلة فصل كلا من أول سنة دي لقى بلا إلى آخره ويعني إلى مثلا أجر النبي عليه الصلاة والسلام ومرك عن كقال من سيدنا نادم كونه شيء على نادم كاسيلة صلى الله عليه وسلم ولا جير سيدنا هذا أنسو شيء جيني وحيا الله لو تري النبي عليه الصلاة والسلام أما قولا أما فعلا أما تخيلا أما صفا وتي أصلها أما سيدنا علماء قاركون إليهم وإياهم إلى أكجار صحابها أما أكجار من دونه التابعين في يحكذ به علماء قارح إليهم حديثك يعني وحيد غوري حتى صحابها أما كمن دونه وحارقه ترى حديث حديث أو موقوفة حديث أو مقطوعة وإياهم لكن سيدنا أنا نقول يعني سيدنا أنا إراه مصنف أما نعيوك أو أسنف كل جيدة مرفوعة لكن علماء قاركون وابلاريين وكثير حيثون في الليل موقوفك هي مقدوعي مكة ماشا مكة سؤال أماني سيلو لي يعني أسيد عبد الرحمن يجي موقتا بأن ينتهي إلى النبي أخطا مما قاله من ناظم آنفا أو إلى الصحابي أو إلى من دونه مرحبا سيا مكة لو صبرنا يا موقوفك أما غير كيسي سينا مقدوعي أوكري أنا هو هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صلى الله عليه وسلم وحيانا لو ترينا النبي عليه الصلاة والسلام أما قول أما فعل أما تخليها ما سؤال مش كده شو أسمك وعلا يعني على وجابة يعني قسمي هذا وحالعك تمرك قال إن مقسم كأما متك لقيمنا هاي أو كعم شيء يعني شيء يعني هذي وعلى قيمنا هاي شيء على قيمنا هاي وحالي على مقسم ومحل القسمة دي وحيابا هو استدعى لوك القيمين أو حالي هذا أقسام وحمرك مركز قال سيدا لي قال لك وحواي وسيدا بلا وحواي مقسم كل إنه كعام سين أقسام لكن حالي كذا ما مركز قال قسم هذا أما قسم يقول إنه كعام سين هاي مقسم دي وحكم هذا مثلا مثال هو نوبي ثاني حالنا الحيوان إما أبيض أو غير حيوان أما إنه يهيم بحال أما غير غير قسم مثلا نجم مدور غير ما أنت يا لقيمي هو مقسم كنوع حيوان أقسام ترى أبيض إير غير كيس أبيض قسم ما هم وكعام سيء ما أنت حيوان كي أمقسم ما حيا أبيض من عكدي ليرا حيا لا حيوان هنا على جلسين مورد أو مجرى أما مرت أنا بقى وحدي كتر إن قسمه أو كعام سيء يعني مقسم كأو مثل غيرنا ساس ما كان ليه مكتوب برافو والله ساس ما كان وجه ساس صدوله عرضنا من غير ما شدود من غير شدود شاهدنا على آنا وصبوليو وعلة من غير علة حلال علة الخادعة مكة شلقي هيا ما شل ويا ما تعلم هو مكة حدثي حديث صحيح عمر الله هو باهي شن تنبا إلا هذا شن تسقيل ولا بد إلا هذا سي حديث كان أولا أغنه صحيح مكي كوبا مكة أو نيري متصل حاكو بحي وقيت كوبا لمكة وحاكو بحي من قدعة وحبيل هذا مصنك معظمك وحيابها صلى الله أو نوصل صلى الله عليه وسلم وحيكو بحا يقيد كان أو اتساق محالة من قد عائية مرسل كان يقول لكم مرحلة اتساق ما حيستان يعني سنة كان وحلاك مرحلة
قيد كي لبعض المحوة هاي متى سوى قولين عينو لها عدلي صوصا اسمها عدلي لبعض أسلم حقوبة حايا وحي سنة كيسة أو تحسنية هاي مدل يقانو ضعف كيسة أما عين كيسة لغا جاهلي هاي أما حال كيسة لغا جاهلي سيارة وقال قيد كلا المحوة هاي ضبطي وهي سوى بحي أسلم حقوبة حايا حديث كسنة كيسة مغفل مغفلة مغفلة ومغفلة وقصير وخبأ هذا حتى حكوس هلقوا يقال صدق لا هي عدالة هلقوا يقال ولين يعني صدق اللي هو يقال عدالة اللي هو يقال هذا لكن هذه أما مغفل أو أما قتير وخبأ أو هي حديث كيسو من القرآن صحيح محايا ولي عدم ضبطي وعلى شيء أما ضبط ليسي بابا شكرا مركع ضبطي ورؤوك الأبحاء الله باع يرؤوك الأبحاء ضبطي مدو حالي لهذا ضبط صدرين أفكا واحد حديث ما محدين سيئا دشو خير قال باب تيسة ما عمل أحاديث أو موجودة ما ضبط إذا خمر كذا بصدق ما هذا محوي هاي راوي يعني محوصها يا وحي أو ما خلاي مر على مر يعني قلبي يسوق سوا يا قلبي يسوق هشتا مر على مر الله باهلا وهاي هاي وهاي وحوصه تجلس إنه صاحب عبد الله تشا ما رح يفسني وادي هذا اللي فات حركة بح فات حركة بح ليه ما شنو هاي أي ماذا هراء من كحفاظ هاينا وحاجرين ويا قاسي ذا سكرا أي ماذا هراء كحفاظ هاينا وحاجرين قاسي ذا سكرا حديث يعني دش يقين وحتى مجالس يسمعين يا إملاء يسمعين يا حكى سمعين حفظ بول وصف رسالة يا حتى إمانة وخلوه لي وتن حديث كذا كشيء لا يعني أنا ما قرنا كاسو كلام كوحالي هذا ضبط سدرين وحكنا جرا ضبط كتاب من أيام جرا ضبط كتاب فهو حواري قف كاني محدثا حديث لكن مركه الشيخ يسوق قرطي حديث سوق قرطي وتصحيحية تصحيح الحسني وصحيح كبعد من حسنينا كتاب كيسة ثم قال أو يعني أو كل إلى لنا كل حزينا من غرايا هل تبرك هذه لا بعض الأحاديث هذا البطل كتاب كيسة وصباحا لو كتاب كيسة وكأخرنا يعني حفظ موهبة لبعض هيستيمو فتحت يعني الحمد لله سبحان الله إلهي أفضل لي ومرحبا قفنا محذكر لكن كتاب كيسة وقل إلى شرعي مركا ضبطي لو على صدري من الله ضبط الكتاب مركا ضبطي لكن ما أنت ما شاء الله الله يو لنقل عدل الضابط الفؤاد مثل الهي ضبطي أو تام كأهل نبينا سنة إطلاق بأوكينا على شيء عدل إطلاقه وحلوه روح مبارايا كامل كفرد أو كامل يا روح مبارايا ساس ما كان دليل ما حب حايا الحسن لذاته حديث كل هذا حب حايا معايا لا سيره وحاله شرطيا مصمم ضبطي ضبطي اون من باش غير ما مش ضبطي ضبطي لو كامل ما مش لكن ماشي معالي لي اعتراض إمانة يا علي وحماشي ما بحايا حديث كل صحيح من غيرها حديث كل صحيح من غيرها حماشي ما بحايا ساس انا وقت هذا هذه لي ضبطي او تام وهي مبدا دليل ما حب حايا صحيح لغيره ومثل يعني وضع تقويها لي موقف بقوا على رجاء وحالي والتعريف كان أم حتى ما أنت أماشي كل شيء هنا وحان حدين إن أنا وحان حدين إن وحاو الصحيح لذاته تعريف وحاش كلا الصحيح لذاته مركا أنا قد أقول إن مركا صحيح لغيره أنا وحان تعريفين إن وحاو الصحيح لذاته قيد كأفرد مركا وحاو من غير ما شذوذ وثلثين مركا وحين لقنا نقول السلامة من الشذور وين مكر وهي هاي أصلا معكم حاجة شاركة حديث كبير شارك مكة وحواري ورسوا لي ما خالف فيه الراوي من هو أرجح منهم ومثل راويبة أو خلافة هاي وحسنة كراجع سن أما حيث لي هو راجع سن أو أحفل هو راجع سن أنا أنت مركة مكة سوى راجع سن هاي يعني دواليك سبحانه قال إيسا شاد إلا غنيت متك شنات أو يعني أو نيري وعلة قادحة أو نيرينا أصلا حاكم بحايا وحاكم بحايا ما فيه علة قادحة متك إكو سلانتا علة قادحة مثلا إرسال وطلا كسلان أو خصان وعي مركا علماء قاركو تشيخ سيدة وشيلة علة مركا هلا يا وحيكو غيرا علة أو خفية وحاكو سلان إليتها إلا خفية قيد كاسكو سمعيا
maka isa sila yung mga dila in dahira na imesh ko ba hindi ko dahira na imesh ko ba mahaya na hindi kapiyan ni bahadid ka isa may isa ay po kente yung dahira na yung mga bali ko na ba kasi ulo isa ta eh way ay isa sila yung wakas mo ma yung ano o kakasun ng kawa mida kapiyan na mokta mida dahira na yung mga ulo laban isa ama dahtiga o raul raul laban ay أما وحده لا بد إنسان مثلاً اتصال وسند كي أمشي كمان، هو أصلاً وقتها وحياه ولا قصة احترازي ولا قصة احترازي ويودي كذا حد عن شيء غير، شيء اسمه قولي. وعادي مكة، فتودي مكة مكة قولي معنا على جد الذي وقادي هذا هي ما يوحيد ويسا صحة الحديث. معنا على جد ما هي ويسا مكة ليا تمنع من الحكم والعمل به. حكمكي مرحبا هي عمل فلكي لبدما وكذي ويسا مرك فتودي مرك ليها هذا كان كل شيء جاي وأوح حرام النص عدي معايا ويودي عن صوش إن هدي وحنا دواي إني وحنا ويسوى بالسوق يعني بعد كينيس مرك ما كان كسر فهمني أو سع سرع تصريح أو نو شيء مرحبا مرك حديث صحيح حسنا هراء نص شيء جاي وقيف سماء لا ما قسمه كلا وقيف سماء سيد حسن كم أم وقيف سماء مرحبا محايا حديث أم مقبول أو حاله إذا صفات القبول ليش مصر هدي أو الصحيح لذاته الإلى هذا هذه أوسن قارن لكن جبري أما كب أو هلا وقصور قصور ما يركبها يعني هذه أي ماشي يعني سيدا كثرة الطرق أو كذا طرق دي أو بنات أو كذا صحيح واي لكن صحيح لذاته ما أنا معويا وصحيح لغيرهم هذه ما كتاس عن لهلين أو يعني مثلا لما هلين صفات القبول عليه لما هلين كاس ما فوقنا خلايا حسن الحسن لذاته ولا خلايا مرحبا هذه ما انت مرحبا كلينا اي في مالو او رجح يسا وحيانه او لغا اشتالي قبول كودنا مركز حسن او قولنا غاية حسن لكن حسن لذاته ما هاني نقول هاني حسن لغيره مكا صحيح هي حسن مكا اينا لما نسيب شيء كالبحر ومن الصحيح والضعيف قصد في ظاهر من القطع والمعتمد امساقنا عن حكمنا على سند بانه اصح مطلقا وقد خاض به قوم فقير مالكه النافع بما رواه الناسك مولاه واختم حيث عنه يسند الشافعي قلت عنه احمد حولي الاسد اهل الحديث القصد اهل الحديث بضمير كما اهل الحديث الا علم اشرا وشاري راكي شرحي سبعه وخمسين وعليك حتى علماء وعليك لكن ما نمك شرحي سلاس وشاري اهل الحديث انه نجي مكتوب عليه وقصد مرحبا اهل الحديث للصحيح صحيح هي والضعيف ضعيف الصحة اي ولا قصدين عن صحيح في ظاهر ظاهر ليس لوح صحيح لا القطع قوين وما قصدين والمعتمد والقول قول قول المعتمد المعتمد عليه قول قصدك في العرسان عينا إمساكنا أنا كيف تومي دين رواية عن حكمنا حكم كان حديثنا عن كهرب تونو على سند سنة كركي سنة عن حكمنا بأنه سنة كاسي أصح حكم صحيحين مثلا تبي دين عن كل حكمنا مطلقا حال سنة كاسي مدى إلا طيب وياي وقد خاض قوم قوم به حكم كتبي دي سدراشين وقيل مكة وعلي مالك أصح الأسانيد أسانيد منك هو صحيحين مثلا مالك مالك وايد عن نافع هاويا حال مالك عن نافع نافع حديث او كوري نايو بما لم يجي قبلي او كوري نايو هو الناسك مثل عابد كان وما ذا اوليي مولاه نافع سيد كيسي اه واختر اديلا معنى وعلى جيلا اذا زدت فاويا بعد مالك اذا يعني زدت عليه هذه الزياده ليس فاويا بعد مالك وحال دارتها حيث مال يسند الشافعي يسند الشافعي يشافعه اسنادنا عن مالك مالك حق عيسى او كاسنادنا قلت عن عراق زيادات في سكمية وتروش ايه مرحبا قلت عن وعنه احمد معناها واختار حيث مال دور يسند مرحبا عن يعني عنه عن الشافعي يسند احمد احمد او اسنادنا عنه عن الشافعي شافعي حق عيسى او كاسنادنا ماشي أنا في شيخ حول ليه؟ وقصدوا أهل الحديث كبير صحيح وضعيف
وحيقول قصتين الصحة عن صحة في ظاهر ظاهر راح يسألوه عن صحة ظاهر راح يسألوه عن صحة للقطعة قوين وما قصد ومعناه وحا إن بدنا أكينا مكة علم الحديث أقول أحجبه حديث كاني وصحيح أيضا ليه حديث كاني وضعيف أيضا ليه محاله لجيلا أهل الحديث كما حيقول لجيلا حديث كاني وصحيح مكة إليه أما حديث كاني وضعيف وجيدر إليه مكة محمد هو يعني حديث كان وصحيح مكة إليهم وحيقول لجينا مكة ظاهر كان فيري وحديث كان وحوي هي شكل أنا شروطي أو صحة لا في دينا هي آه غيرها ما هنا نفس الأمر كان أو صحيح فيا يعني هذه علماء سيدوا قال إن الحديث كان وضعيف معناه وحوي مكة ظاهر كيس لا فيري أي حديث كان وحوي هي ضعيف معايير شروطي يعني لا في دينا صحيحة هي حسن كآل ذوي إيه ما هم نفس الأمر كأي حديث كان وحوي هي ضعيف ما معايير سيقول له شيء دوره وحاس كبنا خطأ يقف فيها ما شيء هو بنايها نكة في خطأ وعندك في خطأ معناه راوي حديث صحيح أي وقت وبني آدم وحاجة كره إنه وحل مامو أما إنه قفه وحديث كيس مكة أوصل لقنا صحيح وحكرا من كرتا مت كان كلو غير كيسة هو إياها يعني أصلا إن أو وافقه أو طبقه يسبقه يرحل غيره مكة مكة لي حديث كان أما صحيح أما حديث كان ضعيف وحلو جيلا حديث كظاهر كيسة مكة لا فيه إيه وإنه وحل قوانا يضايب كاين وحلو مروا لقبنا معي أي ضايب كان ظاهر كما كان في ذي شروط الصحة على أهله ساسا وحلوه صحيح كان نوح على أهله يعني وحل قوى شروط الصحة يعني حسن إلى قوى ساسا من حديث على حكم ربي ضعيف إيه ما أهل نفس الأمر كان محال نفس الأمر كان في ذي من ضابدة وعدل أمرك قال وحل عليك فإنه وقفه ميت كان خطأ إيسو بنيه وحل عليك فإنه مرتك إنه أصيبه سيصا مرتك مرتك أوليه مركا قصدوا مفعول كذا ومثل هذا أن قدرين أو قصدوا رحيوا قصدين الصحة في ظاهرنا الربع الصحة للقطع على أنهم ما أهل أهل الحديث وقدعوا إليه يعني قصدوا إليه قصدين القطع الوين وحديث كان سحري سوى مخطوع إلا إذا معنى إلا وانا سيد عندها شيء إيه قطعي أنت لغا فائل إستراح حديث كان سحري سمكة لقطعنا وعلى غا فائل إستراح متواتر حديث مثلا متواتر هذه أولا ومخطوعا بسحتي أما قرائنك الذي مش أيادين يعني مركا تواتر كسمة قرائنك سمة وحيكينا حديث كان صحيح حديث إن انقطع له وسأل مرحبا وصل في مركا مش يجين وقاع مصي وياه حسن اللي بحاول يجي مكتوب بالصحيح والضعيف قصده حديث كسر هذا أمر غيب إن سبعة هاي سماك صحيحية ضعيفية حسن حسن كأسماء مرحبا وعليه كما حدنا وكا أمسي وعي مكا الله مكود وكا أمسي صحيح هو بدأ حقيلا يا أوه لابد أن هدينا سكونا مقبولة لسكونا حديث مقبولة ما حديث بعد حسن عليها لا مقبول هدينا صحيح يا مام مكا هدينا صحيح مكا ليلة أسرع صحة وحالة لجيلة ظاهر آلة لجيلة لو لما جيلة يعني قد قد لو لما جيلة حسن حسنكم سيدا سوق المنقام مكة حديث كما كان وحصل إلى عيدنا وحوالي في ظاهر إلى الخدعة أما وحالي قياسة لو بنا ما دام أن ليلي صحيحة هي ضعيفة كميك سوق قميلة مكة حديث كان صحيح هو إلى ليه أما حديث كان ضعيف هو إلى ليه وحلو قصته وحوالي ظاهر في قطع ما هنا دينه ولا أصلا أشياء حتى حسن كان هو قياس قال أصلا ومكة حديث كان حسن وايا دينه معناه يدعو عنه ليس مكة ظاهر ثلاثيرين إيه مكة سبحانه مجيزة قطعين ولا مجيزة كما على مكة مصنف كوحو ظاهر وحو كان لي أو نوشن لي سوف تكال متى هاي سند وأسانيد كميدة أو الغوري إنا نحن سند كاني وأصح الأسانيد سند كاني وأصح الأسانيد إنا نحن سوف تكال ميها شيخ مكة وحو نوشن قول كأو معتمد كا قول كأو يعني معتمد عليه ولا دورته إنو يعني إن لقى جوكسا وأنا لهم سند كان أيا وحوي هي أصح الأسانيد هنا قولك معتمد كان سند معين هنا لهم سند كان وحوي هي أصح الأسانيد سند معين هذا
يعني الطريق الموصلة إلى المتن، طريقة أبو قاسينا يمتن الحديث كما هو شهد مرحبا سيدة وقصر لهم لها بقدير من الجماعة سيدة حولية سنة كوحاوة الإخبار عن طريق المتن متن طريق سوى لغا خبره لغا ولمه سنة كما هو شهد إنه يهي نفق الحديث إلى قائله حديث إلى قرية أو لا قرية خفكي هنا لا يدري عنه لكن حولية من الجماعة محدثين كان لبدو هذا السنة كي سنات كو حب استعمالها هذا شيء واحد هذا شيء استعمال تصحيح مرك سيدا مرك معتمد كا وحواي إمساكنا معناها أي كفنا أنا إن كهربتون عن حكمنا أنا حكمين تينو على سنة سنة كركيسة عن حكمنا أو كحكمنا بأنه سنة كاسي أصح معناها أصح الأسانيد أسانيد من أمسة لين بدل من هاي مطلع صارت مرك لو وجد سنة هنا وحيتها مراتبته أو صحيحة حديث كان يعني صحيحة مراتبته أوليه وحي كاتب ميسا إسناد كان إنه ما كان سري شروط وصحة مرحبا مركا وحا مركا ولا يسكن سنية إلا طالعه ارتفاع أما كان خشبة في جاشة أو ترجمة كجرة هل ترجمة كجرة مرحبا إني يكون نقلا إلى أعلى صفات الكمال الإنساني والنجوم وحدة أما إنت الله في يريد غير هذا على رؤوسه وليس على رؤوسه لكن ساس أي تشيخ وحضر شيء إن أغلى آنس وحضر قارب أصدد هنا قال ما وحيت لي وركنا أصح الأسانية ذكر يا علي وحوري أصح الأسانية مثل ولك لو حيرهم أصح الأسانية مثل مرحبا مركا وإيش خلافي حق عبد الراشي وأنك آمسين عليك نعم وإيش خلافي قال ما استهادي سمعي سنت استهاد الله يرحمه مثل كان وفيه كاسب حيني وصح الأسانية وسيب الله مركا وقد خاض به حكم كان قوم أيار طباشي فتكلموا فيه وكهذا واضطربت فيه أقوامهم بحسب اجتهاداته بحسب اجتهاده أقواش وذي واسخلاف تيمت إن الاجتهاد كنا ممكن اسخلاف إن أردتها فأنا والله تسليس معايا وابل اسوافق دواي سما إن والله إنت اجتهادي وسيري على ذي من كان درجلي أسري من كان مرحبا مرحبا فقيل وحالي قول كان وحا اسكال الإمام كي من الله البخاري يعني سنة كان صوصع وقوت المامين ويهر أصح الأساني مركا فقيل وحالي وحيرين البخاري مالك عن نافع معناها أصح الأساني دي نص القدران أساني دي ملكه صح نمر مالك وائل راوي الحالي من كورينا عن نافع بما الذي في قبيل سنة كورينا روى الناس كمثي عبدك أيهما الأولي مولاه أح نافع سيد كيسي أما معتقي سي أح مركا مولاه الشيخ أنا وحاوي عبد الله بن عمر مرحبا ابن الخطاب مركا يعني نصب إنه هو مقعورا أهل وها محايلة يعني وخمسة سنة من عليه الصلاة والسلام مرحبا مركا سنة أخرى لما سحر أسانيد وحديث كمالك أولي نافع وكوري ابن عمر بخاري وحوليه سنة كعلا وحوليه أصح الأسانيد مرحبا مركا وحوري وقت الدور حيث من يسند إمامنا أن الإمام كان الشافعي مرحبا عنه مالك حديثة وكإسنادنا ومعناه مركا وحوليه أنت حديث له مسن طابع تمام ومالك حديث دوري نافع وكوري ابن عمر الدوري ويعني سنة كي أو قلت الإمامي بخاري إنه وياه أصح المساني حديث سنة خاص أصول دي مركا ومالك كسكو هذا الراوي الغزي الراوي مكة أو نغلط الإمام الشافعي مرحبا هذا مكة حلوة كنت اختبار معايا شافعي هو أهل أجل من أخذ عن مالك ذلك مالك يعني علمي أثقات إني أقول مكة سلسلة يقصر بنا إمام كينا وحقصر بنا الشافعي مرحبا مكة سوء أصح الأساني بك محولة قرايا الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر إمام كلي أستاذ كلي هذا منصور التميمي أبو عليه يعني إسناد ثاني وأجل من أساليب معايا لأهل الحديث فقس وافقين على أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي رواة مالك وحكوري سئلا لغيره إنه كوين شافعي وحول الملكة قلت أني لو حاني لي والحافظ العلاقي هذا يحاني لي
عنه أحمد معناها أيضا لو حفظه يفتح يختم داره حيث مال يسند الإمام إمام أحمد عنه عن الشافعي شافعي حديث رك إسناد الإمام وهذا الحديث يعني كاويك له وقصك الإمام الشافعي القدر وحضرته وهي الإمام أحمد الإمام كويلة تخاني جليل كصاحب المتحدة ومركز محاوي أصحاب الأسانيد ما أنت مركز يوم اللغة أيضا وحديث أولي الإمام أحمد عن الشافعي عمن ذكر يعني عن مالك عن نافع عن ابن عمر في أسماء فقول الله أيضا أصحاب الأسانيد فقول الله أيضا مركز علماء وحيدة حديث يعني حديث الأولي مركز سنة كان وأحمد أولي ناي شافعي أولي ناي مالك أولي ناي نافع أولي ناي ابن عمر أولي ناي مسند كيسة مسند كيسة ما رقم مية وكتبت الحديث هو وين أي رقم مية يعني مسند طالب إمام أحمد رقم مية كتبت الحديث هو وين هل الحديث على الإمام هل الحديث أو سنة كان مصاب أحمد أولينا شافعي كورنا مالك كورنا نافع كورنا يا ابن عمر حديث كسر مركة حديث يعني لا يبيع بعضكم على بيع بعض حديث كسر يعني مركة حديث كسر مركة حديث قرضا أخيراً كان دمارته وحكوا ذلك صحة خاصة إمام البخاري وقال لنا صحوا الأسانيد صحوا الأسانيد قل لي أسيح وحاو درت البخاري وحاو يا مالكي وحكوا هريا لكن أعيما دي كنتم بي أعيما دي وحكوا صدري وما قال صدر الشافعي هذا هدي مالي وكسيوري هذا شافعي هدي أحد وكسيوري وحول فك وجزم ابن حنبل بالزهري عن صالم أي عن أبيه البردي وجزم ابن حنبل ابن حنبل بالزهري الزهري قبل كيسة الجزمية عن سالم الراوي الحال زهري عن سالم من سالم حديث أكرولي نايو أي عن أبيه أي راوي الحال سالم عن أبيه سالم أبيه حديث أكرولي نايو أبيه البربري المفسد ولا جناي وقيل وحال يري زين العابدين صح الأسانيد أسانيد بالكأو صحيح البنان زين العابدين زين العابدين وراء راوي الحار زين العابدين عن أبيه زين العابدين أبيه حديث أكبر إلا عن جده راوي الحار أبكى سلمة عن جده زين العابدين أبكو بيس أما هو بيس حديث أكبر إلا والحار ابن شهاب ابن شهابنا يروي أصول قدر ابن شهاب وعنه زين العابدين حديث أو كورنا به بالسند المذكور سند كلا صار شيء غمد يسأل الله لنا أو أما سمع حالي فابن سيرين فأصحب الأسانيد أسانيد من كوسع نبضا ابن سيرين ابن سيرين وهي راوي الحال ابن سيرين عن السلماني سلماني حديث أو كورنا عنه راوي الحال سلماني عنه عن جدي زين العابدين زين العابدين جدي حديث أو كورنا مرحبا أيضا ولا شيء أو أما سمع الأعمش أصح الأسانيد أسانيد من كوسع نبضا الأعمش أعمش وعين راوي الحال أعمش عند الشان عند الشأن شأن يا ملك صاحب كاي حديث أو كون ما يقول عن نخعي أحد طب يلا نخع يا ملك نونس بي راوي الحال نخعي أصنع عن ابن قيس قيس إن كيس حديث أو كون ما يقول علقمة أحد راوي الحال مرحبا ابن قيس أصنع عن ابن مسعود ابن مسعود حديث أو كون ما يقول شيخ أمر فحوري ولوم أننا من الذي كي أنا عمم هو منكم هو حكم كاس أو بأصحية الأسانيد الحكمية مرحبا عمم قطع عمم أنا ما شاء الله كثر مسنة فحوري وش هذا يا وعطونا سوي قال أي سيدا ومعتبر كاو حوايا إن أنا لهم سنة كان أصحى الأسانيد لكن هكذا راشي عياجي هكذا ما كذا راشي واسخرا قولك هو ده نصو شيء وسلسلة دي هدا عن شيء يعني وعنصير أو قبل عنده هنا مرحبا إمام كبير الإمام البخاري حتى لما كان وقرا شيء يعني أيوة وما كان خلا ما كان يعني عيدي إمام كبير أحمد بن حنبل وحولي أصح الأسانيد وحولي يعني وحواري ومركا أولي الزهري إمام كبير أحمد سالم أو كوري سالم نوا عبد الله بن عمر ونكيسي أصلا أو كوري أبيه سي أو هاي عبد الله بن عمر
جزم ابن حنبل هو جزمي بن زهري زهري أيو جزمي فاويا حال زهري أولين أي زهري مكة وحواء إمام كلا أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن زهري فاويا حال أولين أي يكون عن سالم من سالم حق لسا سالم كلا هو ابن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر بن سيد أي فاويا هذا حال سالم عن أبيه سالم أبيه حق لسا كوننا أبوه نواكين وعبد الله بن عمر أبيه البردي محسن كان معنا المحسن وناجي في جميع أعمال البر سماها أعمال شيسة أعمال شكمان ثيرا تسمك أصلا وحاوية وقيب كلابا وعيد غيري وحاوية أصح أساني وقيل وحال إيدي طبعا كان مكا أصلا وحاسكال إمام كلي هذا عبد الرزاق بن حماس هي أسكال وحوري أصح الأساني دي أساني دي مكا أوصحني مثلا زين العابدين زين العابدين هو العابدين وحضر إلى علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب حسين والكيس زين العابدين مكة حولية وصح الأسانيد وزين العابدين زين العابدين عن أبيه راوي الحال أولينا عن أبيه زين العابدين أبيه سحكيس أو كولينا أو محولية حسين مكة عن أبيه عن أبيه مدهن المغادي وقصرة مغادي مقصد الأبيه بأبيه اختدى علي في الكرب ومن يشابه أبه فما ضرب يعني عن أبيه قصرها من نقصه إن أشر مشافير إليه وحسنك عن جده راويا حال هذا حسين أولين أولين أيوة عن جده زين العابدين جدك سحبي سوكولين أو محولي جدك وعلي والحال هذا وحولي ابن شهاب ابن شهاب ويهي يروي أولين أيوة عنه زين العابدين حديث وكولين أيوة به بالسند المذكور سند كاس او مذكور او رسول حسين او مكة حاصل هذا في اسمك او حواي اصح اسانيد او قرايا حديث ابن شهاب اوليو اوكوليو زين العابدين اصلا اوكوليو به سيد حسين وكسي وليو جد كيسي او علي مكة مكة اوليه وابن شهاب عنه به وحول جيرا زين العابدين كان عابدين وابكوني لا اوليه ابن شهاب وحين قال ليس ابن شهاب حديث كوليه مالي زين العابدين عن أبيه عن جده مكة عبد الرزاق بن حمام وحوليه أصح الأسانيد معاه أو أمس مكة أوضان أو هذا ما شاء الله شيء يقول دون نوع عبادة وحوليه ليس للتخيير ولا للشك أو للتخيير فإذا يجب فينا معها في شك فإذا يجب فينا معها وحاوي بل لتنويع الخلاف خلاف أول بعين ولا خلاف قالوا حيلا مثل أنا وحوليه أصح الأسانيد مكة واو يعني واو بمعنى الواو قول كان مكة وحاسكلا إمام كذا عمرو بن علي الفلاس إمام كذا أنا ابن علي الفلاس فلاس كما كوا نسبة وحقفت يعني فلاس وحلو يعني لو نسبة يا قفقة أو جرة فلوس ونسبة إلى غير الفلوس روي بركة إيه حكى لنا ولا جنانة أو غير كيسنا ولا جنانة فعسنا وحوري أصح الأسانيد مرحبا وحوري أصح الأسانيد أسانيد منك أوصح نابضا وحوري وحاوي أبو بكر محمد بن سيرين بن حسان الحديث الأولي يعني ابن سيرين يكوري عن السلماني معناه عن أبي عمرو أبي عمرو عبيدة السلماني قال ذا يعني خبير ذا مرحبا سلمان إلى هذا الرئيس بيواسي يقول آية وحي من المراد قال أما خبير مراد قال إلى تمتها وإن عثير نوحو شغير محدثين تأني لم تخل بذلك السلماني إليه يكوري أصلا عنه عن جد زين العابدين زين العابدين جد كي سوكوري يا وجدك مرحبا علي بن أبي طالب وسلم كما كان صلى الله عليه وسلم كأن سيرين وإليه صلماني يكورينا يا مرحبا أصلا فكورينا يا علي مرحبا وعوي لبركة أو أمسك الأعمش عن دشاني وأيضا وقول كان قول كان مكيحين معين أسكري أصلا معولية أصح الأسانيد وعوائي سليمان بن مهلان الأعمش أعمش على سليمان بن مهلان ويا
عندي الشاني راوي حال اعمش اولنا يا عندي الشان شاني يا مثل صاحب تاعي حكي وكولنا يا شيخ شاني انا وحالك هذا عين حالي حالك حالك انا وحالك هذا نكي سفرة عظيمة احنا حق علمي اي حق عملك وكولنا محولي والنخعي اهل نخعي عملك وحاوي ابراهيم بن يزيد يعني ابراهيم يعني ابراهيم ابراهيم ابن يزيد ابن قيس بن عمرو النخعي قبيله النخعي اهل له نسبه اصلا يقول هي مرحبا عن ابن قيس ابن قيس حكيس عن قمة اخ راوي الحال رسول الله اولينا عن مسعود بن عبد الله امرك يا حي من عين اسمع اولي اصح الاساليب وامرك اعمش اولي وكوري النخعي وكوري اصلا عن قمة وكوري عن قمة ابن مسعود مرك أرواش مرك ماشي مروشة وحيه وعشان قوم شن قوم أخرى وربا من دويري مثل أنا وحيه أصح من أساني مرك شيخ وحوري ولم من عممه ولم عنا من الذيك عممه هو منكم هو وياه حكم كاس قوم بسح بأصحية الأسانيد لعميمه مرحبا يعني ولم أدري من أدريك عن عمما هو منكم وحكم كاس بأصحية الأسانيد اللي حكمي عمي ومعناه وحد عم تعتاد تخف سند معين ليراها سند كان وحوي أصح الأسانيد كاس عام معين مثلا وحوي أصح الأسانيد وحاها مالك عن نافع عن ابن عمر سيد صومعة وحيلة أسواق يعني وعلقتها حديبة عن لا آلي نوريا وعلو ما هي إلا قيده وترجمة كسر لقيده صحابي لا كجر من قيده أما له قيده بلدنا وترجمة لا تحكي إسكال مثلا وحالي محاية انتشار كعصير على المكاس موقت مثلا وحالي أصح أسانيدي عمر مكا عمر وحال دورينا أيضا أسانيدي سيو حقوق صحينا مثلا مكا زهري أوليا صالح وكوليا أبيش وكوليا جتكي سيو عمر يعني حبو غينيها صحابي ومعين ومحبوها عمر أما وحاليا ابن عمر أسانيدي سو حروسة هنا مثلا كمالي كورية نافع كورية ابن عمر كورية أما وحاليا مغارة هو غيرة وحاليا مكيين تغير مكة أسانيد دول متكوسة هنا مثلا وحاوايا مكة سفيان بن عيينة وحلينا عمر بن دينار وكورينا جابر وكورينا أما وحاليا يمانيين تامر هري من أسانيد دول وحروسة هنا مثلا مكة معمر وحورينا حمام وكورينا ابن يعني مربي أسماء الهرير وكورينا أسانيد المسلمين تغيروا عليه وحاقوا صحيحين بضل مركا الليث أو حورينا يعني يزيد ابن أبي حبيب وفرنا أسنع عن أبي الخير وكورينا عن عمة ابن عالي وهكذا ومركا حتى أبا لقى آلين يا نسبه محب كان سنة وأصحوا الأسانيد حل قيده أما صحابي هلو قيده أما بلد هلو قيده مثلا ابن عمر ويهي أسانيد ديسا مد كان حاقوا صحيحين بضل أما غير مكة صارت كورة مد كان مكة صحابي وصويران وصاحبي انت شاف في مكانها وايران مكة هذا شيخ وقال شيء يعني أصح الأسانيد وحكى له جرى وصل له شيء أوهل أوهل أسانيد نواجه أسانيد هو أو ضعيف سمعي من نفسك نواجه مثلا وحكى ميرا أسانيد أبو هريرة وحكى أو ضعيف سمعي حديث كورينا السري بن إسماعيل وكورينا يا عن داود بن يزيد الأودي أصنع عن أبيه عن أبي هريرة أسانيد ابن مسعود نوحى أوضع إسانيدي مركز شريك أولي عن أبي فزارة أكوري عن أبي زيد أكوري عن ابن مسعود أكوري أسانيد أنس علي نوحى ليدي وحوض ضعيف سنة داود ابن المحبر أولي عن أبيه عن أبال ابن أبي عياش عن أنس أين راجعها مركز الشيء أو هالأسانيد فإذا كنت تعيدها إن قاكور قاكرة لا رجع ولا في ذي مثلا وحان اعتبار من أصول ضمان مثل اعتبار ما أصول ضمان وانت بيك يقول راح أكون جرتا فإيدا أصول وحول مركز أصح كتب الحديث وهذا مرحبا محله كتبت حديث كم الكوسي هذا محله ما شاء الله 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 وحولي أول أسكدر يعني قبل قلب هي لبيع أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح ومسلم بعد وبعض الغرب ما أبي علي فضلوا لا لو نفع أولي أول من دون مثل هو ريسان نفعه منك في الصحيح
صحيح على حديثة معناه في الحديث حديث رحيسة سنفي ألفل حديث مرحبا حديثة الصحيح محمد رواية إمام كيرو محمد بن إسماعيل البخاري وخص عليها مرحبا وخصه محمد قاريه بالترجيح رجحه قريبه له قاريه ومسلم المسلم مسلم بعده بعد محمد محمد بعد ما بعد البخاري ايوه وبعض الغرب وبعض اهل الغرب غربي لا مدربيت كاهل كيس قاركون مع ابي علي ابي علي مع عيسى حال اي هالين فضلوا بعد قاسية ابو علي لا متكان ومسلم اي فضلين لو نفعت تفضيل كاس وقولا هذه هو فكرها ماشي عملك المصنف يعني هو لو شيء لا كتبت حديث يعني فرمضتها مكو حولي اصح كتب الحديث هو لو شيء مكو حولي ارتك قف الوهري اللي في حديث يعني صحيح صحيح وهو الامام البخاري محمد بن اسماعيل البخاري كتاب حديث أما أنتم أي صحيحه قف الوهري اللي فيه وحوها الإمام البخاري وحالي بركة من أشهر لغماء اعتراض قروا حكة الرياء كتب اللي فيه وكمية إمام مالك وكتاب كان موضع ليها اللي فيه وحالي مالك وحوها الرياء التأليف وحوها الرياء وصح بخاري لكن عسيدة صحيح كنية معها موضع وحوشة الموضع وحوشة غير مصرة كجرة بلاغة كجرة مخضوعة كجرة وحيا يعني ما انسحاني شروط ذلهم مكا معهن أول يعني معهن فليس هو مرحبا معهن وليه أول من سلف في صحيح معه مرحبا وحول مكا وخص محمد أما بخاري بالترجيح ترجيح تبدي إذا قالوا قارية أما هو قارية وعمر كده أو مكا لا بدو ده مركز أنا لسكو فيه مسلم أصلاً وأختي وحوي صحيح أصلاً كتاب في سورة على كتاب صحيح لكن هذين لسكو فيه أصلاً بخاري وحال مجحة بخاري ومجحة هو أصير كلها وخص قارية يعني وخصه محمد قارية أما بخاري قارية بالترجيح لكن مركز مجحة واقعي وحال مجحة وحوي ما أسنده فيه دون تعاليقه وتناجيه بخاري لا وحيابها قصدا نوع حوي وإسناديه وحنا وحواي وقال إنت مثلا ترجمة أما وتعليق يسند في بحث ما كان وحنا رجع حي ما كان وحواي وحيابها أو إسلامية الله ما هنكم جرا تعليقنا هي تراجم تكم جرا هي أقواش الصحابة وصوا خاطي وحنا مركا ومسلم بعد والإمام إمامكم مسلم مسلم بعد معنا بعد محمد محمد بعد إسرائيل وهذا يو وحاكو حجة بخاري وحاكو حجة إمام كان لها مسلم وصحيح إيش مركا أصلنا مركا حق مرتبة لا فيني مرتبة لا بارك الله فيها صحيح أبو بخاري مركا شيخ القنوش هي لكن على مدى يعني مغرب بركا إلى هذا قاركود أو حي هرمريا مسلم أو حي هرمريا بخاري وصل لها مركا وبعض الغربي وبعض أهل الغربي غربي قام قلبيت كأهل كيس خاركود مع أبي علي أبي علي معي سحالة يا حالين حالة وحالة بعد بس أبي علي إمام كحافظ قال الحسين مرحبا مع ابي علي الحسين بن علي النيسابوري وحاكم شيخ يسيري فضلوا بعد قاس يا شيخ الحافظ كان هذا ابو علي ذا كان مسلم اي فضلين معناها اي صحيح مسلم اي فضلين على صحيح البخاري اي فضلين لو نفع لو نفع تقديره تقدير كوره هذه وحنفع الى وحباء ما انفع اي يعني البخاري كوري هذو حنفع الى ساسي سمي لكن وحرام أن فعل ما يبليه لكنه لم ينفع وسيب لها شارع وحرام تريد محايا لو حالي هرت التفضيل كود عبارة أي شيء صريح هما تفضيل كأسوار الشيء مدى كلا مركلا فيه اليوم بخاري يعني مسلم مركلا اسمه فيه اليوم بخاري وقش رد أليها مسلم صار تكيان يسئل لقد رجح أنا وامدى فقال محمد شردنا يا قف كرائينا يقف كورينا إن يكون مه يعني كل ما مشاهدنا يعني. لكن المسلم حقوق أفضل من المعاصرة يعني سلسل زمن تمين سلسل زمن هاي يعني كل ما نعيش في تقلتها لكن سيئة حول ما يوا يعني كل ما ما كيسا من ذكر علمي حسوها فرصيه
بخاري مركع مركع الله علم الحديث إنه يعني هو هري وأنا ويله وأنا عيني بالله مسلم ما المسلم حاوي تلميذ وخبيرة تلاميذ ده بخاري تلميذ في سبعة إذا يعني إذا قلنا لا شيء لولا البخاري ولم وحليه هو يعني لما راح مسلم ولا جاء يعني مركع وماشي موجينا مخين بخاري وهري معناه موجي مركز إذا راجع مركز وين بخاري هو يعني اللي رجع هاي أقوال كانوا واجبتهم ولا بدو واجين واجبتها حلا قد جوسو يا من اللي رجع واجبتها لكن أسلوب دوبي ولا بدو ولا كتاب أو حي أصح كتب الحديث يعني كتب تيجا هو أوصح لنا وحتى لما كان قول بس بري ما كنا أو يعني ما على إمام الشافعي أو يعني ما على وجه الأرض بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك أرضنا دشي مثلا كتاب إله أو قرآن كما كان غصرته كتاب كسح من يام من النار يعتاس حلو جاب فذاك قبل وجودهما وإنت البخاري مسلم أبدو الكتاب عيش الإمام المالك وأهري مكة إمام تقوص النار زمن كيسو كهذا زمن كنت بيه وحصبح لو كتاب أو خرج عن مالك كتاب ويعني صحيح مجرد يعني حديث أو صحيح ذكريه لو قالوا لي النص اللي وحي على كله مركب حاجة رح تقطع ضاع يعني وحلا لا شيء أو كتبت عن بوش رسالة إلى مطر على الوراق أو كذا بقية من إلى من إسحاق أو كذا معمال من راشد ولا إلى ما أو كذا مركب حالي واسي على سبيل الاحتياج لو مش يجيني على سبيل المتابعة والاستشهاد على وش يعني مركب لو ما تعلمنا اليوم أما عيال الله يعني علوم الإسلام أما وحالية وهي هاي فكا ضعيفة لو شيء لكن ضعيفة يكون يعني عند غيرهما ثقة عندهم وعيال مصري البخاري وحيد أركان ثقة محايرة بس أنا لم أقف قال إنه ضعيف يا إنه صنع هاي مسألة اجتهادية تذكر فيها حالك يسا خجاشة وعلى سوء خلافة هاي لا حولية تقوى هاي هجي هم ذكر مفتر الكلام هاي ضعيف وهي مسألة معناها وحاوي اجتهادية فكا وحالية وعيال أقتضي إني ثقة كوين ذكا قاكوت هذه هو رأيها هكاريوة ولم يحم الله ولكن قلما ونصره